كسفوا حد البناية، بوب بيتي كلها انهزت علي وأزمت كتير وهيك يعني، عشان هيك اضطرينا ننزح. جينا لهون قالوا لنا أمين، الوضع كتير مأساوي. نقطة يعني نحن بطول والغارات حد مننا، والغارات حد مننا. شوي كمان بلشت اكثر الغارات تكثر، فقمنا طلعنا من البيت. كنتي وديت انا طلعت على بعلبك، كنتي من بعلبك ورجعت على البيت. عملنا لمرتي خلينا نمشي لان الوضع مبين اليوم غير طبيعي. ما حسيت الا فان كمشت العيله وامي وطلعناهم وجينا لهون على صيد على المدرسه الكويتيه. قالوا لنا انه فتحوا يستقبلوا العالم، ما عندنا مكان نروح عليه، ما عندنا اي شيء.